مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى النشرة الثقافية والتي نقدمها لكم من تلفزيون النهار. أحيا الفنان اللبناني الملقب بملك الإحساس وائل جسار في ثالث حضور له إلى الجزائر حفلا فنيا في الكازيف بسيدي فرج، حيث أطرب جمهوره بأجمل الأغاني الرومانسية. المزيد في تقرير في أبو حدبة. هو المجروح والداوي، تحية كبيرة جدا لفناننا وائل جسار. تميزت سهرة يوم الأحد لسهرة الكازيف بسيدي فرج بحضور مكثف للعائلة الجزائرية، وذلك من أجل الاستمتاع بالحفل الذي وقعه الفنان اللبناني الملقب بملك الإحساس وائل جسار. هذا الفنان الذي استنال جمهوره بالأغاني العاطفية والتي كان يرددها معه عن ظهر قلب، استهلها بغريب الناس. رايح هذه المهرجانات يعود إلى شهداء غزة وأطفال غزة ونساء غزة وشيوخ غزة وشباب غزة، ف يعني عن جد الله يقوي هذا الديوان وكل العاملين فيه، كمان وزارة الثقافة، ويعطيهم الصحة لأنه فكروا. وبتمنى كل الدول العربية تعمل بالمثل. صاحب الأغنية الرومانسية المشرقية الذي استطاع المزج بين الإنشاد والغناء أبدع بأجمل ما جادت به حنجرته. ونحن بحاجة صراحة لهكذا أنواع من الأناشيد الدينية لحتى نقول أنه الدين الإسلامي هو دين محبة ودين تسامح وليس العكس مثل ما الغرب عم بيشوه لنا سمعته. دعا الفنان اللبناني وائل جسار إلى توحيد كل أصوات الفنانين العرب، وذلك من أجل إيصال مواقفهم ورسائلهم. قدمت لوائل جسار عدة عروض لخوض تجربة التمثيل، لكنه رفض ذلك ويفضل التمثيل في الكليبات فقط. التمثيل بالنسبة لي أنا ما عم لاقي نفسي بالتمثيل. هلأ المخرجين عم بيشوفوا في الممثل البارع إذا بدك، ولكن أنا يعني ما عم حس حالي بهيدا المجال. إن شاء الله بفضلها بالكليبات، لأنه الفنان لما بيكون عم بيأدي دوره كفنان عم بيأدي الإحساس اللي هو مغنيه. كان اللقاء بقصر ثقافة مفدي زكريا بالعاصمة، حيث أحيت مؤسسة مفدي زكريا اليوم الوطني للشعر بالتنسيق مع جمعيتي مشعل الشهيد والكلمة للثقافة والإعلام، إحياء للذكرى 37 لرحيل شاعر الثورة مفدي زكريا. ورقة في الموضوع مع مبارك دفة. نجم هذا الشمال فللشعب حزب مضى مستمرا. على أصوات شجية وحناجر عذبة من جمعيتي الفني والأصالة بالجزائر وإزلوان ميزاب لبني يزقن بغردايا، كان اللقاء بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة، حيث أحيت مؤسسة مفدي زكريا اليوم الوطني للشعر بالتنسيق مع جمعية مشعل الشهيد والكلمة للثقافة والإعلام. رغم أنه توفي يعني غريبا، غريب الديار في تونس، توفي في تونس الشقيقة، إلا أن يعني ذكراه تعود إلينا كل سنة. نفض الغبار على إرث مفدي زكريا، نوصل مشعل مفتي زكريا، رسالة مفتي زكريا إلى أجيال صاعدة. اللقاء الذي حضره عدد من المجاهدين والأدباء شكل مناسبة جمع أسرة الشعر بالجزائر، إن ألقيت القصائد التي تتغنى بحب الجزائر وسلط الضوء من جديد على مناقب حب الجزائر دائما في قلوبنا، وكتب تاريخ أمة بأحرف من ذهب. في هذا اليوم نتذكر هذا الشاعر الكبير، شاعر الثورة الجزائرية، فإذا كان لفلسطين أن تفتخر بمحمود درويش فالجزائر تفتخر بمفدي زكريا. مفدي زكريا الذي كان صوتا صادحا للثورة الجزائرية،
منذ انطلاقها. وواجب مقدس أن أكون موجودا لتحيته كل مرة، مش برك مرة في العام. هذا رجل سخر عمره للوطن وللوطنية. سنويا يحتفل بذكرى وفاة شاعر الثورة مفدي زكريا في اليوم الوطني للشعر، فهي تعد محطة لاستذكار أروع الملاحم التي رسمها أبناء نوفمبر من جهة، ومبادئ الفداء والتضحية من أجل الوطن في نفوس الأجيال الصاعدة. يعرف معرض الصناعة التقليدية والفنية إقبالا جماهيريا كبيرا، خاصة وأنه تزامن مع فصل الصيف، مما استقطب اهتمام المغتربين والأجانب. المزيد في التقرير التالي. يعرف معرض الصناعة التقليدية والفنية المنظم من طرف مؤسسة فنون وثقافة تحت شعار يفنى مال الجدين وتبقى حرفة اليدين إقبالا جماهيريا كبيرا من كل الأعمار، وهذا إلى غاية 31 من شهر أوت الجاري. pratiquement tout ce qui se fait artisanalement donc عندك bon la peinture sur verre كاين deux exposants peinture sur verre كاين une dame qui présente toutes les tenues traditionnelles les best traditions à l'échelle nationale كاين des واسمو يخدموا الفضة كاين أمينة حاج يوسف اللي تخدم تابي معروفة في سور باس دالجي كاين تاع نحاس اندي نوندي عبر الحرفيون من جهتهم عن سعادتهم بهذه المبادرة والتي تحيي هذا الموروث الثقافي وتحافظ على عدم اندثار الحرف التقليدية. احنا الكبار انا شادين في هذه التقاليد كما راكي تشوفي جو في دي اكسبوزيسيون ان بو بارتو في الغرزة كما يجوا لي زيترونجي وسماكرا وكامل اللي يحبوا يصيبوا هذا التراث الله يبارك. تبقى الحرف التقليدية من خصوصيات الجزائريين والحفاظ عليها واجب. سيتم توجيه عائدات الطبعة 9 للمهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية المرتقب بجلمة من 20 إلى 25 أوت الجاري لدعم مساندة أهالي غزة بفلسطين، وسيحتضن فعاليات هذه التظاهرة الملعب البلدي علي عبدو بمدينة جالما على مدار 6 أيام بداية من الساعة 9 ليلا. ومن الناحية الفنية ستعرف طبعة هذه السنة مشاركة كوكبة من الأصوات المعروفة على الصعيد الوطني في مختلف الطبوع، ويتضمن البرنامج المسطى للمهرجان مشاركة العديد من الوجوه الغنائية المعروفة على غرار الشابة يمينة وحسن دادي وعبد سكيكدي وفرقة ريانا الجزائر والفنان رابح عصمة ومحمد لمينة. برمجت مديرية الثقافة لتيزي وز خلال شهري أوت وسبتمبر حملة ترويج واسعة لإصدارات جديدة لسبعة مؤلفين محليين، وذلك عبر شبكة مكتبات بلديات ولاية تيزي وز، ترقية لنسبتي المطالعة العامة والمقروئية عبر الفضائين العمرانيين الريفي والحضري. عرضت السينما الأمريكية هذا الأسبوع فيلم بلاك ستورم أو العاصفة السوداء للمخرج الكبير ستيفن كيل وبطولة ريتشارد أرميتاج، الذي أعاد للسينما أفلام الكوارث الطبيعية بعد حوالي عامين من عرض فيلم 2012 الذي يدور حول نهاية العالم. واستخدم المخرج أحدث وسائل التكنولوجيا والمؤثرات الصوتية والبصرية حتى يكاد المتفرج يشعر أنه بحق داخل الإعصار الذي يفتك به. ويسرد الفيلم قصة مدينة سيلفرتون التي دمرت تماما في يوم واحد بعد أن ضربتها سلسلة غير مسبوقة من الأعاصير. What you guys do for a living? They chase. سريعا إلى الأجندة الثقافية لنهار اليوم.
نختم النشرة الثقافية بهذه الصور الجميلة جدا. ابقوا في متابعة أخبار تلفزيون النهار. في أمان الله.